دلوقتي خلونا نكمل مع أخبارنا السريعة والكويك هيتس. ما برد لأنه الانتقادات إذا من 4 أشخاص أو 5 أشخاص صحفيين تابعين لمحل معين مضطرين إنهم ينتقدوا بالوقت اللي هن بيحضروا أكتر مني يمكن ما في رد. برد على النجاح الكبير اللي صاير بالشارع بين البيوت بين العيال بين العائلات، هذا اللي بهمني أنا. الحمد لله واصل لأبعد الحدود، فخور فيه كتير. كده رد رامي عياش على الانتقادات اللي طلعت على مسلسل أمير الليل، وأكد على الموضوع ده على المسرح في حفلة أقامها في كازينو لبنان، فرحب بكاتبة المسلسل منى الطايع وشكرها على العمل بعد ما غنى الأغنية الخاصة بيه. الحفلة بدأها رامي بتحية منه لملحم بركات، فغنى له حبيبي انت مع كورال مكون من 35 طفل. ظهر على المسرح بصوت كلاسيك، ومراته داليدا لبست فستان كحلي من تصميمها. هو من كولكشن الفول وينتر 2016-2017 وأوريدي موجود اكسكلوسيفلي بالبوتيك. نصيف أول واحد من كرمو عنا بالمكتب، ممكن عنده شوي رونق تاني نصيف لأنه صايرة هلأ معنا، والتكريم الخاص ده لأنه عدى 100 مليون مستمع على أنغامي، والموضوع كله حصل على شكل مفاجأة لنصيف شارك فيها أصحابه. فنسرين طافش اللي سافرت مخصوص لبيروت كانت معاه في مكاتب أنغامي وغطت له عينه بسكارف، وباميلا كيك كانت مستنية عشان تشيل السكارف. بدي أتشكر كل العالم، كل حدا فكر يسمعني وساهم بوصولي لهالمرتبة الجائزة اللي أخذتها اليوم، وكتير مبسوط. والمرتبة دي وصل ليها بعد نجاح ألبومه الأخير طول اليوم، خصوصا أغنية بربك على أي أساس وعندي قناعة. عندي أنا بتموتي فيي وبتحلامي بكلمة مني، عندي أنا شوي رايحين إلكترونيك ميوزك أكتر، غزل طاغي أكتر، المواضيع هيك قريبة لأذن السامع، اشتغلتهم بمحبة والله ومن قلبي حتى. فرحة نصيف كانت كبيرة ونشر صور كتيرة على إنستغرام، ومنها صور جمعيته بباميلا الكيك ونسرين طافش. فخورة فيك كفنان عربي قدر يحقق شيء كتير مهم بكل أنحاء الوطن العربي. انبسطت كتير إنه فكروا فيه يكون عنصر من العناصر اللي عم بتفاجئوا لنصيف. نصيف تقريبا كل العالم صارت بتعرف إنه من أكتر الأرتس الأحب على قلبي. وبكده ردت على الأخبار اللي قالت إنهم على علاقة عاطفية. هلأ العالم بتقول شو ما بدها، أنا بعرف إنه نصيف هو صديق وصديق كتير سبيسيال لقلبي، بس العالمية بترجم القصص على ذوقه. أما نسرين فكشفت لإيتي بالعربي عن مفاجأة بتحضرها. في مشروع غناء إن شاء الله عم نطبخه على نار هادية، ألبوم غنائي، ولكن حبلش بسنجل، بس أثناء ما أنا رح أطرح السنجل حكون عم بشتغل على انتقاء الأغاني. هي دي الكاتدرائية المرقصية في العباسية في القاهرة اللي حصل جنبها انفجار اتسبب في وفاة حوالي 25 شخص، والمفارقة ان الكاتدرائية دي احتضنت من يومين أوبرات عديتي فوق كل المحن اللي جمع نجوم كتير منهم سهير المرشدي، حنان مطوع، لقاء سويدان وغيرهم، وأكدوا من خلاله على أهمية العيش المشترك. نحن حنفضل طول عمرنا نسيج واحد مسلمين ومسيحيين في حب مصر في مواجهة الإرهاب. أنا شايفة أن ده وقت مناسب جدا أن احنا كلنا بأيد واحدة، بتمنى أن احنا نكون بنشارك في حاجة تخلينا نحب بعض أكتر، ناخد ونحافظ على البلد دي. أعتقد أن الفنان أحيانا لازم يبقى ليه دور وطني ولازم يبقى ليه دور اجتماعي عشان دايما نأكد أن مصر هي واحدة واحدة ونسيج واحد طول الوقت.